الصدر، الظهر، الكتف، الرجل، باي وتراي. النهاردة هنشرح لكم برنامج تدريبي على 4 أيام بيستهدف عضلات الجسم كلها. طبعا بتحاول تخلي فيه يومين راحة في الأسبوع عندك، بتخلي يوم في نص التمرين ويوم في آخر التمرين زي ما انت شايف قدامك. بنبدأ من أول عضلة الترابيز لحد السمان عندك تحت، تمرين شرح مفصل جدا، تابع معايا لآخر الفيديو عشان تعرف ايه. طبعا وهنا انت مش مشترك حاول تشترك معانا وتضيف اللايك. هنخش على اول يوم، الصدر مع الترايسبس، لان ما بيشتغل الترايسبس بيشتغل مع الصدر. اول تمرين معانا هنلعب تفتيح على الدكه مستوي، هنلعب 3 مجاميع في 12 عده، وبحاول احافظ على مستوى كويس زي ما انت شايف، بحاول اخلي كوعي لا متني قوي ولا مفرود قوي، بحاول اثبت زاويه كوعي وبنزل وبطلع. خلي بالك من الاصابات، حاول تشيل وزن طاس. تاني زاويه معانا وهو التجميع فلات. طبعا هنا خليني اقول لك ملحوظه من ناحيه الاوزان، انت بعد ما بتسخن 5 دقائق او 10 دقائق احماء في اول من قبل ما تبدا التمرينه، طبعا بتخش ال3 مجاميع بتوعك 3 في 12، بتشيل ال3 مجاميع، بتشيل اتقل وزن عندك عشان توصل بالعضله لعمليه الفشل العضلي عشان تحصل على اعلى استفاده. خش على تالت تمرين معانا وهو زي ما بيقولوا كده تقفيل ضيق، تمام، بالدمبل، بيستهدف عضله الصدر الداخليه اللي هي زي ما بيقولوا فلقه البنش، تمام. بس دي بلعب 3 مجاميع في 12 عده، تمام، 3 مجاميع في 20 عده، تمام. لو انت مش مفعل زر الجرس حاول تفعله عشان يوصلك جول جديد. بننتقل هنا على الصدر العلوي، بلعب بار عالي، تمام، زي ما انت شايف بحاول اعمل مدى حركي كامل 3 مجاميع في 12 عده، برده بخلي البار يلمس الجزء العلوي عندي من الصدر وبطلع تاني، ما بفردش كوعي للاخر قبل ما كوعي يعمل لوك للمفصل، بنزل تاني واعيد نفس الموضوع. طبعا زي ما انت شايف الوزن زي ما قلت لك ال3 مجاميع بتوعك بيبقوا اعلى حاجه. طبعا بعد ما تخلص خش على الترايسبس، هناخده شكلين بس عشان تحصل على اعلى استفاده كانك لعبت ترايسبس كامل. زي ما انت شايف بلعب 3 مجاميع في 20 عده عشان احنا بس هناخده شكلين من الترايسبس، وبنقل على تاني تمرين هو التمرين الكرسي، برده بلعب 3 مجاميع في 20 عده. ندخل على اليوم التاني هيبقى ظهر وبايسبس. وهنا اول تمرين معانا في الظهر بنلعب سحب عالي، بس بخلي المسطره ورا ظهري مش بخليها قدام ظهري. طبعا بحاول اقفل بكوعي علشان اعصر على العضلات الصغيره اللي ورا زي ما بيقولوا لوح الظهر. بعد كده بنقل على تاني تمرين معانا برده سحب عالي، بس بغير القبضه عشان القبضه دي بتركز على اللاتس اللي هي المجانس، تمام. وبقفل بكوعي وبطلع افرد، بعمل استريتش للعضله مدى حركي كامل وبنزل بقفل بكوعي. يا شباب لازم اقفل بكوعي عشان احس باللاتس بتاعتي. وهنا بنتقل على تالت تمرين معانا في الظهر، تمام، بلعب بار، بلعب سحب بالبار، تمام، زي ما انت شايف اهو ظهري ثابت. لو ينفع عندك دكه قصيره شويه بتفتح رجلك وتاخد الدكه ما بين رجلك وتلعب زي ما انت شايف قدامك، تمام، بفرد على الاخر لحد ما البار يلمس الدكه وبطلع تاني. طبعا بننزل هنا على تمرين التي او البار الزاويه او التلومبا، تمام، زي ما انت شايف برضو بجيب القبضه اللي هي بتاعت السحب الارضي وبحطها في البار وببدا ان انا بفرد للاخر وبرجع تاني، او برجع تاني برضو بحط نفس القبضه على السحب الارضي وبرضو بروح بعمل استرتش للعضله وبسحب على سرتي من تحت يا شباب، وبقفل بكوعي طبعا علشان العب صح وما اخليش عضله تانيه هي اللي تشتغل، واخلي العضله اللي انا عايزها هي اللي تشتغل لعضله اللاتس، تمام. بعد كده بلعب تمرين المنشار، تمام، بالدمبل، زي ما انت شايف بتبقى رجل قدام ورجل ورا، يعني لو انا هلعب بالايديا اليمين بتبقى رجل الشمال هي اللي قدام ورجل اليمين هي اللي ورا. بنتقل طبعا هنا احنا قلنا هنلعب بايسبس، فبلعب بس شكلين عشان اخد تمرين بايسبس كامله، بلعب على الكرسي الارتكاز وبعدها بنقل على المسطره، تمام. كل التمارين دي يا جماعه 3 في 12، بلعب على المسطره زي ما انت شايف على الواقف بعصر جامد. بعد كده نخش على ثالث يوم معانا هنلعب كتف. اول تمرين معانا هو دمبل 90، تمام، بلعب 3 مجاميع في 12 عده وباخد دي اروحه ما بين مجموعه والتانيه، زي ما انت شايف بنزل للاخر وبطلع قبل ما كوعي يفرد بنزل تاني. تاني تمرين معانا وهو كتف امامي بالطاره، تمام، بنزل ما بخليش الطاره تلمس رجليا واطلع تاني لحد نظري قدام وبعد كده انزل تاني واعيد الموضوع عشان العب مدى حركي، تمام، تمام. وبعد كده بنلعب كتف امامي على الكيبل كروس من تحت بالروب، تمام، بركب الروب من تحت وببدا اشتغل بطلع لحد قدام لحد كتفي وبرجع تاني. وتالت تمرين معانا هو بار امامي، تمام، ممكن تلعبه حر وممكن تلعبه على البار السميث،
بنزل لتحت دقني وبطلع تاني برضو، ما بفردش كوعي للاخر يا شباب. ولو انت مش عامل سبسكرايب حاول تعمل سبسكرايب عشان نتعب القناه وتتابع كل جديد. التمرين معانا، التمرين اللي بعده تمرين الكتف الجانبي بالدمبل، تمام، رفرفه جانبي. طبعا بلعب 3 مجاميع في 12 عده او 15 عده والوزن وسط طبعا. وبعد كده التمرين اللي بعده كتف جانبي برضو رفرفه جانبي بس على الكيبل كروس، تمام، دراع ودراع. بخلي الكيبل يبقى ورايا مش قدامي يا شباب، نركز في التركيه دي علشان في ناس كتير قوي بتغلط فيها، تمام. بحاول برضو ايه، بعمل نص عده تحت وبعد كده بعمل مدى حركي كامل. بعد كده بنتقل على الكتف الخلفي، بعمل الدكه كاني هلعب بنش عالي وبنام عليها بوشي وببدا امسك البار واطلع صلب كوعي على الكتف الخلفي. وبعد كده ننتقل على البتر فلاي كتف خلفي برضو، بلعب 3 مجاميع في 12 عده او 15 عده. وبعدها ممكن العب ترابيس. ننتقل على اليوم الرابع، الرجل والسمانه. تمام، اول تمرين معانا بلعب طبعا الرجل، بلعب 4 في 12 او 4 في 15، لان الرجل بتحتاج عدات كتير واوزان كتير يا شباب وتركيز واكل بقى ودنيا ايه، لان دي الرجل نص جسمك كله، 50% من جسمك كله بتلعبه في تمرينه واحده، لان 50% من جسمك التاني اللي هو النص الفوق لعبته على 3 ايام. هو ممكن كمان لو ممكن في البيت تلعب شويه بط. او تمرين معانا هنا بنلعب رجل امامي على الماشين 4 في 12 او 15. وبعد كده ننتقل على التمرين اللي بعده، تمرين المكبس، تمام، علشان استهدف العضلات الداخليه للرجل زي الضمه او الكلام ده. واخد خلفيات برضو بتاعت الرجل، بخلي رجلي زي ما انت شايف، زي ما انا حاططها لك قدامك اهو، بخلي رجلي مفتوحه، تمام، واخده وضع سبعه شويه، يعني مش سبعه قوي، هي سبعه شويه، بضم رجلي ناحيه بعض شويه وببعد مش رجلي بره شويه وبنزل، تمام، واحاول ما ارفعش الجلوس بتاعتي. هنا بنستهدف الرجل الامامي، بضم رجلي خالص زي ما انا بوضح لك في الفيديو قدامك، تمام، وبنزل. اهم حاجه يا جماعه في تمرين المكبس، ما برفعش الجلوتس بتاعتي، الجلوتس الناس اللي مش عارفه ايه هي الجلوتس، الجلوتس اللي هي المقاعده بتاعتي ما برفعهاش وانا نازل من على الكرسي. اول ما خلاص بحس ان المدى وقف يبقى هو ده المدى بتاعي الاخير، تمام. وبنلعب تمرين السكوات، تمرين قوي جدا غني عن التعريف، ما ينفعش تمرين رجلك تبقى ما فيهاش تمرين السكوات. بنلعب 3 مجاميع في 12 او ممكن تزود تلعب 4 مجاميع في 12. طبعا بنزل هنا ما بلعبش نص عده يا جماعه، لازم بتنزل عشان تحصل على الاستفاده وتلعب ببطء سلو موشن، تمام، واحده واحده، وبتنزل في النزله وواحده واحده في الطلعه. وبعد كده بنلعب على تمرين الهامسترنج الخلفيات، برضو بلعب 3 مجاميع في 12 او 4 مجاميع في 12 على حسب حالتك في التمرين. لو انت حاسس ان انت تقدر تجيب تاني هات 4 مجاميع في 12، لو مش حاسس يبقى 3 مجاميع. طبعا كلكم لاحظتوا حاجه ان احنا هنا ركزنا على الرجل الامامي ولعبنا، هنلعب مثلا زاويه واحده رجل خلفي، تمام، او زاويتين يعني. بعد كده بننتقل، وبعد كده الاسبوع اللي بعده بتعكس، بتركز على الرجل الخلفي وبتشتغل على الرجل الامامي زاويه واحده برضو زي ما انت عملت في الاسبوع اللي قبله. وبعد كده بننتقل على السمانه على المكبس، بنام زي ما انت شايف. لو رجلي سبعه فانا هنا بستهدف الجزء الداخلي للسمانه، لو رجلي 8 بستهدف الجزء الخارجي للسمانه، لو رجلي 11 بستهدف السمانه كلها، او لو رجلي 8 زي ما انا قايل لك اهو بستهدف او الجزء الخارجي من السمانه. طبعا انت لازم تلعب الثلاث اشكال في السمانه، بنلعب كل شكل 3 مجاميع في 20 عده. ولو استفدت من البرنامج ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ودعم القناه وتتابع كل جديد وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل حلقه تجيلك على طول. انا معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم.